وليد في الدقيقة 29 الأهلي بيسجل، في الدقيقة 58 الأهلي بيسجل، بعدين بيبدأ زي ما قلنا ما بين الشوطين. في الدقيقة 65 مارسيل كولر عمل ثلاث تغييرات، قفشة بدلا من إمام عاشور، صلاح محسن بدلا من كهربا، ومحمد ضوي كريستو بدلا من حسين الشحات. تغييرات على سبيل التكريم وعلى سبيل الراحة برضو ممكن تقول، لكن هل مع هذه التغييرات حصل تغيير في طريقة اللعب؟ اللعيبة لقت نفسها اكتر. نعم خد بالك الاهلي لا معلش انا قصدي انت كنت تلعب 4-3-3. اه لما عملت الثلاث تغييرات دي حصل تغيير في طريقه لعب؟ طبعا طبعا بقت 4-2-3-1 بوجود قفشه. أيوة. لقدام، وده اللي احنا قلناه واتفقنا عليه قبل المباراه. المباراه تستحمل. أيوة. تستحمل كده. دي تغييره الراجل بيقول منها ان يا احمد يا نبيل يا كوكا انت بتأدي بشكل كويس. نعم. فتقدر تاخد اجزاء وبدات المساحه بتاعته. نعم. تكتر. نعم. اشتغل الماتش المصري بشكل كويس جدا النهارده. نعم. بيشتغل بشكل كويس بديل لمروان عطيه. فاحمد لازم عايز خد انذار كمان. بالظبط. نعم عايز احط عليه ضوء احمد نبيل كوكا لانه بيأدي بشكل كويس قوي. صحيح. بقيه التغييرات طبعا قفشه زقك لقدام. نعم. هنلاقي عدد من الحالات اللي احنا طالبينها، اللعيبه بقت قريبه جدا من بعض وبقت الكره حلوه. بقى في 4-2-3-1 جت على حساب الناحيه الدفاعيه النادي الاهلي شويه. نعم. في لقطه طبعا في 3-1. نعم. لكن يعني بحكم الكواليتي اللي مش احسن حاجه. نعم. من سان جورج فالامور بتعدي. طبعا في بعض المباريات الكبيره مش هيقدر يعمل كده. نعم. لكن الاهلي راح بكام؟ دي مباراه من مباريات السته. نعم. السبعه زي ما احنا قلنا. نعم. قبل المباراه، لانك جايب 3 اهداف ومضيع عدد من الاهداف الغير عادي، فدي واحدة احنا طلبناها. نعم. حلوة قوي الربط قوي الاتنين مع بعض. انا مش جايب دي عشان الكعب. نعم. الكعب حلو قوي. نعم. وده يعني واحدة من بتوع عمرو سولي. بص ارتداد امام عاشور. نعم. وده اللي قاله الكابتن احمد حسن في الجزء الاول، ان ثلاثي نص الملعب. بص 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 هاي. بص هاي. ايه رايك؟ نعم. في الارتداد. بص بقى فين. نعم. 10/10. نعم. وان يعني بقى 10 لعيب ملتزم تكتيكيا. ايوه وعنده ما شاء الله يمتلك. نعم. اولا سنه صغير. أيوة. عنده لياقه بدنيه عاليه جدا. عنده هو ده الارتداد اللي بنقوله ان مش كل اللعيبه تقدر تعمله. بعد السبرنت ده وبعد الكعب ده هو اول واحد. بص حسين الشحات فين. نعم. وبص مروان عطيه فين، وبص علي معلول هو. نعم. هيضرب كل دول بالجري. نعم. فارتداده هايل. ايوه انا بحيي امام. بص 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 ضرب حسين وضرب بيرستا. نعم. وضرب ديانج وضرب. بص طيب نقدر نقول دي تعليمات مدرب وروح 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 وقلب. نعم. ان انت النهارده ثلاثي نص. سمات كمان. سمات لا طبعا. ثلاثي نص الملعب لما يبقى كمان. نعم. سنه صغير بيقدر في دقيقه 60 في دقيقه 70 يبقى عنده جهد مضاعف. نعم. فدي واحده. حلو. من الحالات اللي احنا طالبنا. طالب واحده كمان في الدقيقه 62 وفي الدقيقه 67 ليها حاجات فنيه حلوه قوي بشكل كويس جدا. ايوه اهو هنا الكورنر اللي احنا قلنا عليها يا كابتن. نعم. بص بيقف بيرتد حسين الشحات وعلي، بتتحط لعلي معلول. يعني دي الجمله اللي حضرتك قلت عليها الوان. نعم. تو. وهنا بقى هي لازم جول. ختمها جول. لازم جول. نعم. يعني انت وعلي باصص لبره زي الفل وعاملها غرامي. نعم. حلو قوي. ورامي في قلب. نعم. المرمى. نعم. يعني في اي حته في الجون على. نعم. الارض جون. دي واحده. في دقيقه كمان 67 في جمله حلوه، بس ده الكورنر اللي بيعمله النادي الاهلي. طبعا مش عايزين نحفظ الفرق الثانيه بس لا يعني لا بس جميل. هو عنده تنوعات بصراحه. برافو عليك. نعم. عنده تنوع يحطها هناك. عنده انه يلعبها لعلي، عنده انه يلعبها لحسين. نعم. لكن الاهلي بيشتغل على الضربات الثابته بشكل رائع. بصراحه اشتغلوا بكل الجهات. نعم. تصويب، انفرادات، دبل باص، كرات عرضيه بكل. نعم. الطرق دي الحلقه. وزود وده الرمي واجبات هجوميه ساعتها كانت كره ثابته. لكنه بيقدر يستغله. دي الحلقه الثالثه اللي احنا. نعم. طالبينها ان اللعب هنا كريستو اوف بقى اوفن اوفن هنا في غلطه. ان على الثلاثه اللي الناحيه الثانيه. أيوة. لازم واحد يقطع. لازم واحد يقطع من قدام الناس. انا بقول المنطقة. انا بقول انه بيرستاو. بيرستاو لازم كان يقطع بين السرد باك والباك. لان هي راحت في الحته دي. لان هي راحت في. نعم. الحته دي. انت قفشه هياخد على القريبه تاني. نعم. في الباك باص. صلاح ماشي برضو. نعم. بحكم التمركز وان كان ممكن يقطع على القريبه. نعم. لكن الصح السهم اللي معمول. نعم. 10/10 شباب ودي برضو صح. نعم. لو كملنا هتلاقي الكوره رايحه في المكان اللي المفروض يكون فيه بيرستاو. نعم. فدي برضو حتة من التجانس ما بين اللعيبة. بيرستاو هيبقى على طول مواجه للمرمى. مواجه وهو وهو علشان جاي من بعيد. ده اللي انا قلته لك يا كابتن وليد اللي هو عدم التكملة بتاعت. أيوة. حسين وبيرستاو لازم يكملوا في الحاجات اللي زي دي. لان لو كملوا اعتقد هتبقى يبقى هو بيكمل الشكل بتاعه الكامل. بالظبط. نعم. في كمان كورتين ثلاثة
في جوه ال 18 بقى، يعني مش هقول فيها دلع شويه بس نعم. يعني فيها كوره شكلها حلو لكن تضيع فرص غير عادي. نعم. وقفشه بصراحه لما نزل هو وعبد القادر، لا لمسه اللعيب الحريف باينه. نعم. بصراحه.